طبعا بما ان موضوع امام عاشور حديث الساعه فمهمه جدا، قبل ما اخدكم واقول لكم مستر مارسيل كولر قال ايه، امام عاشور غير لون شعره. امام عاشور غير لون شعره، يا ريت يا هيثم تبعت لي الصوره. امام عاشور تواجد طبعا النهارده الصبح، امام عاشور كان بيرد على منتقديه بالصوره دي على انستجرام، وده اللي انا قلته ان هو امام الناس اتكلمت معاه وقالوا له يعني ممكن الموضوع يكون استفز، هو ما استفزش الجمهور لان دي حريه شخصيه زي ما انا قلت امبارح ودفعت عن امام عاشور، ولكن حتى خالد الغندور هاجم امام عاشور، والكابتن سامي الشيشيني في الراديو هاجم امام عاشور، كبروا الموضوع اكتر من حجمه، مش عارف ليه، دي حريه شخصيه يا جماعه، قال لك لا ما ينفعش والفرقه خسرانه وانت رايح تلبس اقم جديده وبنطلون، يا عم البنطلون اللي كان لابسه اصلا مقطع. وبعد كده حرية شخصية، الراجل عايز يعمل نيو لوك، عايز يجيب له طقم جديد، ما هو حر، ما هو حر، يعني ليه التدخل في الحاجات الشخصية؟ ودخلنا الدنيا وخالد الغندور يقول لك عدم احترام لمشاعر الجمهور وازاي تعمل كده وما تعملش كده، وكبروا الموضوع بشكل مش طبيعي. فالمهم إمام عاشور راح فاجأهم، والنهارده راح الاستاد ملعب المباراة بتاعت الزمالك وإنبي، وحضر المباراة ودعم الزمالك من المدرجات وغير لون الشعر. والنبي يا امام عايز اعرف انت شلته ازاي، يعني رجعت اللون ازاي، مش عارف، يمكن يكون صبغ على ده، صح صبغ فرجع للون الشعر الرئيسي. الصوره هجيبها لكم دلوقتي فورا اهي، يا ريت فاروق سعد او الاستاذ هيثم يبعتوها لي، هي كانت لسه معايا بس طارت من عندي، واخد بالك انت. فالمهم امام عاشور رجع للون شعره الرئيسي، رجع للون شعره الرئيسي، عشان بس الموضوع ده مش عارف خد حجم اكتر من حجمه. اخدكم لتصريحات مستر كولر عشان في كلام كتير جدا في موضوع الزمالك. قبل ما نروح للزمالك، مستر كولر في اول تصريحات لي اهي، جات لنا الصوره بتاعت امام عاشور اهي، ادي صوره امام عاشور النهارده في الملعب مباراه الزمالك وانبي، ورجع للون شعره الطبيعي وغير لون شعره. معلش يا امام ما تحبش تفرح يا ابني، رغم ان دي حريه شخصيه، في العالم كله محدش بيتكلم غير كده، لكن احنا هنا في مصر فاضيين اي استهلاك واي لوك 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 وخلاص. عادي، لان الحمله كانت انا مش بقول له معلش انك شلت لون الشعر، لحد يفهمني غلط، يعني الحمله كانت شديده عليا، مش عارف ليه يعني، مش عارف.